السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ معاكم عبد الكريم في حلقة اليوم. عندنا فتح صندوق جدا مميز من بلاي ستيشن العربية. شايفين السفينة الفضائية اللي قدامي هذه؟ داخلها البلاي ستيشن في ار 2. جدا متحمس اني افتحها واشوف كل تفاصيلها معكم. ليتس جو. تشكرون على الديزاين الجميل هذا، ولكن الاهم اللي داخله. يا سلام. البلاي ستيشن في ار 2، والله اللي انتظرتك. ممتاز. عندنا البلاي ستيشن في ار 2 داخل، الكنترولر بعد. نبدا بالبلاي ستيشن في ار 2 لاني متحمس اني اشوفها. يا سلام، باكجينج مره حلو. هذا السلك اللي داخلها طبعا تايب سي، وهذه هي البلاي ستيشن في ار 2. شكلها شيء من الخيال. وعندك طريقتين انك تسوي لها ادجست، طبعا من ورا تضغط الزر هذا ينسحب معك، ومن قدام برضو تضغط الزر هذا ينسحب معك اللي قدام. فبجربها الحين بلبسها، اصبر بس خلينا نشوف الكنترولر بعد. وهذه هي الكنترولرز حقت الفي ار 2. يا سلام. طبعا طريقه لبسها ما هي كذا، لازم تحط البانت حول ذراعك، لكن ابي اوريكم اياها اول شيء. كانك ماسك يد البلاي ستيشن بس نصها اليمين ونصها اليسار. هذا هو. بس بعد يجي حاسس نفسي بوكسر. والله نايس. نشوف الاشياء الباقيه اللي داخل الكرتون. اظن في داخل اسلاك ولا كتيب المعلومات. خلونا نحط الباكج على جنب عشان نركز على الفي ار. وهذا الباكج كان داخل، خلونا نشوف اللي داخله. اوكي، كتيب المعلومات للمستخدم، دليل الارشادات. وعندنا بعد داخل أسلاك مهمة جدا. هذه الهيدسيت أو السماعات حقت الفي آر، راح نشوف كيف نركبها الحين. وبرضو عندنا سلك شحن، أو أظن هذا السلك اللي راح تركبه في الفي آر بالبلاي ستيشن. خلينا أوريكم إياه، هو تايب سي. طيب وش رأيكم نجرب الأغراض كلها مع بعض؟ انطباع اول للفي ار، جدا مريحه على الراس، اقدر اسحبها من ورا ومن قدام بعد، ادجستبل. في عندي الربر هذا او المطاط اللي حول العين، فماني حاسس انه وزن الجهاز انه قاعد على عيوني. صدر لازم تكون لاصق. اي كذا يلعبون، فهمت كيف؟ حساسات أمور طيبة. اي يا جماعة، قبل لا انسى، ترى الكنترولرز هذه فيها شحن مخصص، واللي موجود معنا اليوم شو اسمه، وحدة شحن، وحدة التحكم او شحن الكنترولرز باختصار. هذا هو الباكج، خلونا نفتح السريع نشوف ايش داخله. خلينا نشوف داخل الكرتون اول شيء ايش داخل. عندك الشاحن، اسلاك الشاحن، وهذه هي القاعدة اللي تشحن فيها كنترولرز حق الفي ار 2. زي ما انتم شايفين نفس التصميم حق الكنترولر وحق الفي ار 2 ست. اوكي، تحطه كذا زي ما هو، شايف؟ هوب، حطه داخل هنا. الله، اسهل من كذا ما في، صح؟ وبكذا عزيزي المتابع نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. تعرفنا على الباكج الجديد اللي فيه بلاي ستيشن في ار 2، وجاء الوقت الحين اني اروح اجربها. فكالعادة اذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تعطونا لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه يوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام.